أهلا وسهلا فيكم ببلون بانك بيروت ماراثون 2016. بهالخريطة رح تلاقوا كل شي بتحتاجوا تعرفوه عن مسار السباق نص الماراثون لمسافة 21.1 كيلومتر والمحطات الموجودة عليه. خلينا نتعرف على المحطات. محطات المي رح تكون موجودة بمنطقة التجمع على نقطة الوصول وعند كل 2 كيلومتر ونص على طريق السباق. انتبهوا تشربوا مي كفاية خلال النهار. رح تكون محطات السفنج المبلل بالمي، الجاتوريت والفواكه موجودة كل 7 كيلومتر ونص لتضلوا تشعروا بالانتعاش انتوا عم تركضوا. الصليب الأحمر اللبناني، منظمين السباق والدراجين رح يكونوا موجودين على طول مسار السباق بحال احتجتوا أي مساعدة. رح تتوزع الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية عند خط الانطلاق وخط الوصول وعلى طول مسار السباق لتقديم أي مساعدة. محطات التوقيت موجودة على الانطلاق والوصول وعلى 5.5 كيلومتر و 10.5 كيلومتر. الحكام رح يكونوا عم بيراقبوا المتسابقين ويعايروا الوقت، فانتبهوا منيح تركضوا المسافة كلها. دورات المي رح تتواجد عند نقطة الانطلاق والوصول والعشرة كيلومتر. اطلعوا على المناطق الصديقة للبيئة على طول مسار السباق مطرح ما لازم تتخلصوا من الأنين الفاضية. لحتى تضلوا بكامل نشاطكم وحيويتكم رح تشوفوا محطات ترفيه على طول مسار السباق. الاصطفاف بيبدأ على الساعة 7:15 الصبح وبينطلق السباق على الساعة 7:30 من الواجهة البحرية لبيروت باتجاه زيتونة باي، وبيكفي على الطريق البحرية وصولاً لمدينة الملاهي. بتعملوا يوتيرن وبتتوجهوا يمين صوب الحمراء الوردية بعد شارع الحمراء الروشي عن صخرة الحمام. بتلحقوا خط البحر وبتاخدوا يسار لتدخلوا النفق وتوصلوا لكورنيش المزرعة. بيكمل السباق لتقاطع البربير وبيتوجه يمين وبيعمل دورة كاملة حول حرش بيروت. انتبهوا منيح، يلي بدهم يركضوا مسافة نص الماراثون لازم يضلوا اخدين اقصى يمين طول طريق سبق الخيل لحقين الخط الأورانج. بعدها بترجعوا صوب تقاطع قصقص، بتقطعوا سبق الخيل وبتمرقوا النفق لتوصلوا للعدلية مطرح ما بتاخدوا مخرج كورنيش بيير الجميل. هونيك بتضلوا اخدين يساركن لحد ما توصلوا لتقاطع برج حمود، وبتاخدوا يساركن كمان مرة لتوصلوا لمرم خايل والجميزي. كملوا طريقكن لساحة الشهداء لتجتازوا خط الوصول.